قال المؤلف رحمه الله: أما ولولا ولوما. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا أولفا وحذف ذلفا قل في نذر إذا لم يكن قول معها قد نبذا لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقد وبهما التحضيض مز وهلا اللألا وأوليا هالفعل وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. قال: أما حرف تفصيل وحرف شرط وحرف توكيد. التفصيل واهر. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كفرتم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. الأسلوب يوحي بالتفصيل واضح، والشرط واضح بدليل اقتران جوابها بالفاء. قال رحمه الله: أما كمهما يكون من شيء. أما حرف وضع ليدل على اسم شرط وفعل شرط. لا أن الحرف بمعنى الاسم، الحرف لا يكون بمعنى الاسم، لكن موضعها صالح لأن تضع فيه مهما يكون من شيء. أنا أقول: أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها لا تليها الفاء، لأنها حلت محل اسم الشرط وفعل الشرط، فقبح أن تليها الفاء وهي الجواب. ففصل بينهما، والفاصل 1/6. إما مبتدأ نحو أما في الدار فزيد، وإما خبر أما زيد ففي الدار مبتدأ، وعكسه الخبر أما في الدار فزيد، ويكون بإن ومدخولها الشرطية ومدخولها نحو فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وقد يكون باسم منصوب أو منصوب المحل نحو فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فتر وأما بنعمة ربك فحدث، وقد يكون باسم منصوب على الاشتغال كقراءة بعضهم وأما ثمود فهديناهم، أو بظرف نحو أما اليوم فأكرم زيدا ستة. أنا أقول: وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا. قال رحمه الله: وحذف ذلفا قل في نذر يقل ولكنه فصيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ما بال رجال يشترطون الشروط على اسم كتاب الله؟ لم يقل فما بال. قالت عائشة في الحج: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. إذا كانت مع قول أغنى عنه المقول حذفها كثير، كقول الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم فيقال لهم أكفرتم. وسمع حذفها في الشعر. قال: أما القتال، قال: أما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، أي فلا قتال لديكم. أنا أقول: وحذف ذي فقل في نذر إذا لم يكن قول معناها قد نبي، إذا كان كذلك كثير حذفها. نعم. قال: لولا ولوما لهما استعمالان، أن يدل على امتناع لوجود، وفي هذه الحال يكون بعدهما مبتدأ التزموا حذف خبره، ولهما جواب إما أن يكون ماضيا أو مضايعا منفيا بلم. لولا زيد لأكرمتك، الجواب ماضي، لولا زيد لم أكرمك، وإذا كان مثبتا فيكثر اقترانه باللام، مثل لولا أنتم لكنا مؤمنين اقترنا باللام، وإذا كان منفيا فبعكس ذلك. هذا لولا ولوما، ولوما مثلها. الاستعمال الثاني لهما أن يدل على التحضيض وبهما التحضيض مز، مثل لولا أكرمت أباك يحثك على هذا، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، وبما تحضر مز. ومثل ما في ذلك: هلا أكرمت زيدا، هلا زيدا أكرمت، وألا زيدا أكرمت، ألا تقاتلون قوما يدلان على العرض والحظ، والعرض الطلب بلين والحظ الطلب بإلحاح، وبما تحضر مز. وهلا ألا ألا مثل وألا، وأولي ينهى الفعل، لا يأتي بعد هذه كلها إلا الفعل،
إما ظاهر وإما مقدر. ظاهر مثل لو 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 ما تأتينا بالملائكة لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، قالوا ربما اقتضت التوبيخ، التوبيخ فعليه الفعل ماضي اللفظ والمعنى أو ماضي اللفظ فقط، نحو أتيت بعبد الله في القدر موثقا فهل لا سعيدا للخيانة والقدر والغدر، يعني فهل لا أسرت تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لو الكمية المقنعة. أنا أقوله وأولي وقد يليها اسم بفعل مضمر علق، مثل لولا زيدا أكرمته، زيدا علق بفعل مضمر لأنه منصوب على الاشتغال وناصب فعل واجب الحذف، وكذلك تقول لولا زيدا أكرمته، هذا ظاهر. أنا أقول وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر، انتهى.